يا وطن عاد عيدك على عز ونصر، يا عسى أيامك تعيش الفرح بسعوده. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا معنا في هذه الحلقة من برنامج من العايدين، والتي نشارك فيها أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر المبارك، ونحن تحديدا في قرى الحمدة وهي من قرى منطقة الباحة. معنا من المشاركين كذلك الأخ الشاعر سعد الحارثي، مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور، كل سنة طيب. أنت طيب إن شاء الله. تفضل. بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي. وهذه والله هي فرصة طيبة أن نكون في ضيافة الشيخ أبو فهد الله يطول عمره، وأيضا إطلالة بهية بوجودك يا أبو مشاري وبقناة المرقاب الفضائية. فرصة طيبة وفرصة، الله يسعد أيامك. سم. بالنسبة للمشاركة قد يكون فيها نوع من أنواع العتاب على فلذات الأكباد الذين ذهبوا ضحية لأفكار هدامة ولأغراض خارجية عن الوطن. يا لا 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 ويعيش سلمان ربنا السفينة، وإحنا نفدى تراب بلادنا لو تروح رقابنا، وإحنا نفدى تراب بلادنا لو تروح رقابنا. لا 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 تراب بلادنا لو تروح. البيارق سعودية ويخساون سودان الوجيه، يحسبون أنهم بزعزعون أمننا تربين الأيدي، ما دروا بأنهم ما زادوا من البلاد إلا صمود. يا حليله يا رباب السوابق وخريج السجون، أصبحوا هم هلا الأصلاح وأهل الدقون المستعارة، واصبح القتل والتفجير الأحفاد أبو بكر وعمر، واصبح القتل والتفجير الأحفاد أبو بكر وعمر. لعنة الله على من ذا طريقه وهذا ديدنه، المساجد بيوت الله تعالى وما من كل خايف، صرنا ندخل لها وعيون قدام وعيون وراء. ليه يا جيلنا الصعد حمى الدار وعيال الحمايل، ليه يا فال ذاتك بعدنا تحرقونا بيت بيت، ليه يا حضرة الأباء للدين وقصار الثياب، ليه تتسترون على من انحل من دينه وناسه، وإذا فجر عباد الله قمتوا تهلون الدموع. يا ولي أمرنا ما عاد دون الحلوق إلا اليدين، لب مسؤول وشيوخ القبائل ووالي الأمر فينا، كلكم راع شوفوا وين راع القصور وحاسبوه،
عاد عيد الوطن وعيش سلمان ربنا السفيرة واحنا نفدى تراب بلادنا لو تروح رقابنا نفدى تراب بلادنا لو تروح رقابنا يا لا 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 يا ليلى لا لا واحنا نفدى تراب بلادنا لو تروح رقابنا سلامتكم سلامت بيض الله وجهك وصح لسانك. الشيخ مسر بن عوض الغامدي مساك الله بالخير. الخير ورضا. من العايدين؟ من العايدين الفايدين. كيف العيد معك طيب ان شاء الله؟ ان شاء الله تعالى. احسن اول العيد الاول؟ ان شاء الله تعالى ان في خير وفي نعمه من اول لا تدري ولكن الدنيا هذه حالها. إيه كيف حالها الدنيا هذه؟ يعني والله الدنيا هذه حالها من اول شيء إيه؟ واليوم وشنو؟ نعمه وفي رخاء. وش هو اللي من اول شيء؟ نحمد الله ونشكره. اما قدام فالناس يطردون ليل ونهار. إيه؟ وحاجة ذاك يوم يقول العواجب يعلمها الله. طيب. وأما اليوم في الناس في راحة وفي بسطة ونحمد الله. الدراهم من الجيوب. نعم. والأرزاق نعمة. الحمد لله. ولله مجيد الحمد. بس أنتم تقولون العيد من أول أحسن وعيدنا احنا يلونين أحسن دائما تقولون أنتم أحسن. والله العيد من أول بارك الله فيك حاجة ذاك يوم يقول ما شاء الله ذيك الخبزة. إيه وش زي ما قلت. وذيك المرقة عليها. إيه. وتحيات وملفى في كل بيت بارك الله فيكم وتعايد ونتسالم واليوم حكم يقول كبرة سالمون كلكم ولا كبرة الفس اليوم اليوم كبرة الفس أبو الود عاد استغفر الله من قوتي ما عاد أبو ضيف الله نعم أنتم تسالمون كلكم ولا بعضكم لا 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 الرجال مع الرجال والحريم مع الحريم أنت لا ت طيب أنت عندك قصيدة ما ابقى قصيدة مقولة فرب عذالي من زمان ما عطنا عطنا اللي تجيب فيه البركة عطنا خلي سلام يا أميرنا يا قد مقفل بالنعيم يا ولد جمعان بن فرحة وغير ماطري يا ملتقي خالد ابن وي من تحت البقوم نهار كل يوزي مرجق روش الفال أميرنا سترنا وستر من يبامنه والعافية قلت والحمى تخد المشرفة والعافية قلت والحمى تخد المشرفة صح لسانك بيض الله وجهك الشاعر لحق الغامدي مساك الله بالخير الله يمسيك بالرضا من العايدين من الفائزين كل عام طيب ان شاء الله نرحب فيكم انتم قناه المرقاب الله يبقيك ونشكر الشيخ ابو فهد على كرم الضيافه ونرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبه عيد الفطر المبارك ومليون تحيه لجنودنا البواسل في الحدود الجنوبيه ومليون تحيه لرجال الامن وكذلك مليون تحيه لك اخ معيض الحارثي وقناه المرقاب المشاركه طبعا مشاركه وطنيه إن شاء الله تنال إعجابكم يا لا 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 ما نخون العهد والمملكة نحتمي حدانها ما نخون العهد والمملكة نحتمي حدانها يا لا 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 ما نخون العهد والمملكة نحتمي حدانا يا لا 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 من هنا من جنوب المملكة لا الوطن نعلن ولانا تحت رايات حكومتنا الرشيدة بمنهاج النبي بقيادة زعيم الحزم سلمان يسلم طال عمره ومحمد ولي العهد ومحمد ولي الولي
مملكتنا ما نار الدين نفخر بها والشعب واحد كيف ما نفتخر والمملكة قبلتان للمسلمين كلنا نبذل الإرهاب والعنصرية ما نبيها لنا أخوان في الإسلام من جالها لا جالها لو تزول الجبال احنا على العهد الاول يا ملكنا ما نخون العهد والمملكة نحتمي حدانها ما نخون العهد والمملكة نحتمي يا لا 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 ما نخون العهد والمملكة نحتمي حدانها سلامتكم. الشيخ علي احمد عاظم مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنعيم مرحبا بك انتم من معك. الله يبقيكم من العايدين. كل عام وانتم بخير والله يجعلنا واياكم من عتق هذا الشهر الفضيل. انت من سكان الباحه ولا؟ نعم نعم من سكان الباحه ومن قريه اهالي وقرى الحمده. او نعم والله. ما عليك زود. طيب بعض الناس طبعا العيد له مظاهر كثيره سواء في اللبس او في الفنون الشعبيه او كلمنا عن الفنون الشعبيه اللي عاده تبرز في العيد. والله طال عمرك انتم من يسمع. نعم. كان العيد سابقا ولاحقا ايه؟ يعني في الماضي وفي الحاضر. فمثل ما تفضل شيخنا جزاه الله خير سعيد بن عثمان سابقا عن العيد سابق وعن العيد لاحق. فالسابق طال عمرك كان زي ما تفضل والدي مسفر جزاه الله خير الناس حالتهم تعبانه شويه ولله الحمد ولكن يحمدونها ويكثرون من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى بتوادهم وتراحمهم وتحابهم فيما بينهم. فكان العيد عندهم فرحة وسرور. فالليلة الأول قبل يوم العيد تتجمع الأسر في بيت واحد عند كبير الأسرة فيجتمعون على رز في موية مطبوخ وفي الصباح ينتقلون عند الأخ الثاني اللي هو أقل منه في السن ويجتمعون معه من صلاة الفجر عوائلهم الحريم الحال والرجال الحال ونفس العملية رز في ماء هذا كان في السابق بعدها يروحون يؤدون صلاة العيد وكان صلاة العيد في المشهد في مكان مرتفع في القرية بارز عن المسجد الجامع ويتجمعون فيها القرى تلقى الخطبة فيه والإمام جزاه الله خير ومن ثم يتعايدون على بعضهم بعض جماعة بكاملهم ويسلمون على بعضهم ثم يدرجون بعضهم بعض في القرى في البيوت يبدو من أول بيت إلى آخر بيت سلام من العايدين وكل عام وأنتم بخير والله يجعلنا وإياكم من العايدين الفائزين عند رب العالمين على كل شيء قدير يلقون لهم خبزة من البر هذاك المرق يأكلون فيه وينبسطون فيه تضاحكون عليه ويسولفون ثم بعد ذلك الحريم في المستقبل يعني بعد العصر يدرجون على بعضهم بعض في البيوت على هذا من التوادد والتحابب فيما بين القرى وما بين البيوت وما بين العوائل والأسر جميعا ثم الحمد لله بدأ الرخاء والسعادة والهنا ولله الحمد عمنا جميعا ونحمده ونشكره فعلى كل حال أصبح العيد الآن ولله الحمد عيد تكبر شوي صارت فيها الحلويات وصارت فيها المعجنات وصار أكبر مما كان عليه في السابق كان في السابق ما له خبزة ومرقة ولا الحمد لله ما تدري فين تحط يدك من الفواكه والخضروات والأشياء اللي بين يدك ورقة الخبزة يعني. حتى الخبز يعملونه الآن في ناس تعمل خبز جزاهم الله خير مع المرق مع السمن والعسل وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أما اللبس فزي ما تفضلتم وزي ما تفضل الشيخ عبد الله الجالو وأبو عبد الرحمن جزاه الله بخير كان بالنسبة للرجال عندهم المبرم ثياب المبرم هذه يسمونها المبرم نادرا تجد لك واحد في العيد يتفصل له ثوب نادرا يعني في المئة واحد من الحالة ما يعلمها إلا الله هذا في السابق أما الآن ولله الحمد البيت عاد فيه كل واحد عنده 20 ثوب معلقة يغير ويبدل وهذه نعمة من الله نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم بالنسبة للحريم كان عندهم الثياب التطريز هذا يطرزونه عند الخياطين وكانوا
يعملونه بالتطريز زي ما تفضل من ريالين إلى 5 ريال حسب الإمكانية. عندك إمكانية بحبح زوجتك وكبر خياطها وزبطها وكذا وتبحبح فيها، وبعضهم بريالين على قد الحال. والآن الحمد لله ما عاد ياخذ الواحد الفستان الا ب 1000 ريال وب 2000 ريال وب 3000، وهذه نعمه من الله الحمد لله. نسال الله ان يديم علينا وعليكم الامن والامان في هذه البلاد المباركه، وهذا ما لدي، وصلى الله على محمد. بيض الله وجهك. وجهك انت كل سنه وانت طيب ان شاء الله. بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الشاعر عوضي بن علي الغامدي، كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب، ومن يسمع ابو مشاري. ومن العايدين ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومن الفايزين الغانمين. وشلون اهل العقيق؟ والله يسرك حالهم. عيدهم عيدهم مثل عيد اهل الباحة ولا زين؟ اكيد لا، العيد واحد في المملكة كلنا، عيدنا واحد، ونسأل الله ان يديم علينا النعمة والستر. الحمد لله. وان الله يحييكم ويحيي قناة المرقاب يا استاذ ابو مشاري. انتم دائما سباقين للخير وتشاركونا افراحنا في منطقة الباحة. ما عليكم زوج. كان العام الماضي تستاهلون. كنت عندنا في العقيق يمكن في نفس التوقيت هذا في عيد الفطر، واليوم نجتمع في الباحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا العيد وحنا سالمين غانمين وولاة أمرنا إن شاء الله، وحنا منصورين، وأن الله ينصر جنودنا المرابطين على الحدان. الجماعة كفوا ووفوا في كل شيء بالشيلات. أنا شاعر نظم، ألا يا الله عالم كل حال، توفقنا الحميدة من الخصال، تعاوننا على الدنيا بدين، وترزقنا القناعة بالحلال، وثبتنا على القول الجميل، وجنبنا متاهات الضلال، إلى جلسنا في مجالس غانمين، ودار الكيف في صفر الدلال، مجالس طيب ينصها اللبيب، غنيمة لو تشد لها الرحال، وساد الصمت يبغون العلوم، وانظروا لي نظرة فيها دلال، ودنا نجمل مع اللي يجملون مثل شرواكم ولله الكمال. فأنا عندي نصيحة باختصار عن أداب المجالس يا رجال، نصيحة علها تلقى القبول ولا ترجع خطوط في رمال، نصيحة للصغير والكبير ومن حضر عليها الامتثال، اعتدل في جلستك مهما يكون، ولا تتكي باليمين وبالشمال، ولا تحقر اللي يسلم لو صغير، قوم له قومة بعير من عقال، ولا تجرى على بعض المزاح، تجر قصارها يم الطوال، فلا تنفعك كلمة ما دريت ولا للعذر في الموقف مجال، ولا تكذب ولا تتبع كذوب، تطيح كالرموث من الحبال، ولا تشاور واحد وسط المظال، ولا تضحك بدون مناسبات، ولا تشاور واحد وسط المظال، ولا تهرج واحد خلك نبيه، الوجيه المقبلة تبغى القبال، واترك الجوال في وضع الصموت، وانت برضك لا تحاول الاتصال، ولا تكذب ولا تتبع كذوب، تطيح كالرموث من الحبال، ولا تمدح لو انك مديح، لا يغرك مكسب من راس مال، ولا تفشي بسر اللي عطاك امانه ما تحملها الجبال، ولا بديت بسالفه خلك حريص، تخير في معانيك الجزال، وحاول تعتدل بين الشفوف، ولا تحط الجد في ثوب الخبال، ولا بديت بسالفه خلك حريص، تخير في معانيك الجزال، وحاول تعتدل بين الشفوف، ولا تحط الجد في ثوب الاخبار، وريض في الاجابه لين شدوك، وخلي اجابتك قدر السؤال، ولا تدلي برايك في لجاج، عليك الصمت لا كثر الجدال، ترى كثر الجدال ما في خير، سوات الحفر في البير الهيال، وبعض الناس ربي مبتليه، وكان هوايته حوق النثال، يحوس له روج في جماه، يلوكها مثل لوك الثفال، يحسب انه بليغ فيلسوف، معاشرين يقبل هالدحال، ولا يشرح وحنا مشجعين، نصفق للحنادي والثعال، كفانا ذا الزمان مجاملات على عجر رقابه من الجمال، نجام العالم ما يستحو، كبار ما تغطيها السحال، فحاسب قبل ما تحسب عليك، ولا تحس بالسالفه وروح وتعال، ولا بليت بذنب من الذنوب، فحاول ولا بليت بذنب من الذنوب، فعجل توبته قبل الزوال، ولا تقول بمشيها واشوف، تعافى النفس من كثر الخمال، ترى الليالي يحب لم من غير زوج، ولا ندري عن بطون الليال، تهاون شانها ناس كثير، قد سمعتوا عن محوق الرحال، وكل قال انا جسمي سليم، ولا شاف التضخم في الطحال، تهاون شانها ناس كثير، قد سمعتوا عن محوقة الرحال، مصايب يا وجه الله يا كريم، حقائق ما يصدقها الخيال، سمعناها ونحسبها بعيد، ولا درينا الا هي في الجلال، سوات اللي رقود في مسيل، وزرتها من رعد وسط الخيال، والسبايب من سموم مخدرات، ثابتة يا الربع ما هو باحتمال، العنبوها كم تخرم من بيوت، وكم تنقص من موازين ثقال، من تعاطاها وجاها فقطعوه، بينوا واسمه ولا يقعد غفال، لاجل يعرف لا يزور ولا يزار. ما يجي له بيننا عم وخال غير من يندم على فعله وتاب في حلم الله وسيع ولا يزال السموم اللي تجيب المنكرات حاربوها يا صناديد العيال جعلكم من كل سو سالمين والله يديم المحبة والوصال والسموحة لو حصل مني قصور وصبركم يضفي على المعنى جمال والسلام اختامها يا سامعين والصلاة على النبي في كل حال
واعذروني على اللي طالع وعدم الحفظ. اللهم صل وسلم على سلامتك. بيض الله وجهك صح لسانك ابو بدر، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. معنا الاخ الشاعر عيدان الزهراني من العايدين، ابو حسن كل سنه وانت طيب. كل عام وانتم طيبين والسامعين كل من حضر. سام تفضل. الله يحييك ابو مشاري وحنا قناه المرقاب العزيزه علينا، ونشكر أسرة الجالوق وعلى هذه الضيافة وكل من حضر في هذا المجلس الطيب. هذه قصيدة قلتها من ما شفنا في بعض الأعياد من تباغض بعض الأقرباء، أسأل الله يصلح شأنهم، وما ينبغي هذا الشيء. وقلتها بمناسبة بعد العيد بيومين أو ثلاثة، ورد عليه الشاعر عبد الواحد نعطيكمها، وإذا بغيتم غيرها أبشروا. سم بيض الله وجهك. وجهك بيض. يقول الكناني قال يا عيد الحزن والهم من تبعيد، الكناني قال يا عيد الحزن والهم من تبعيد، الله أعلم وش مضى قبله وربي عالم وش بعده، كم تحملنا على زلات الرفيق ونبلغ الزلالة، لو يدور غيظنا ما ودنا يزعل ولا ينظامي، نطلب الله ربنا يهديها وأحواله تبدلي، التسامح والرضا يبقى على راس المسامح تاجي، والحسودي لو رمانا ما بترزانا رميته، والحسودي لو رمانا ما بترزانا رميته. رد الشاعر عبد الواحد قال يا زميلي مرحبا لا جيت أنا ورحت من تبعيد، والذي قربه يا ناسبني فلا يتعبني إلا بعده، كلمة المعروف تهنى في القلوب أحلى من الزلالة، والصدادة ما لها قانون محدود الهدف ونظامي، والبشر من قاعة الماء ينزعون الموت بدلي، قل لشباب القابس ماني لجهدك بالمسا محتاجي، الصباح أصبح ولا ذبت فخ لنا رميته، الصباح أصبح ولا ذبت فخ لنا رميته. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك، وصح لسان الشاعر عبد الواحد. الشيخ خبتي بن احمد الغامدي من العايدين، كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب والجميع. سام تفضل. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فالحقيقه انها مناسبه سعيده، اولا بوجودكم بيننا، وثانيا شكر وتقدير لآل الجالوق وعلى رأسهم الشيخ سعيد الذي كان سبب في جمعنا هذا المبارك، وإنها فرصة يسرني أن أنتهزها وأتقدم بالتهنئة إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهد والشعب السعودي كافة، ونرحب بكم في منطقة الباحة وفي قرى الحمدة أجمل ترحيب، وحياكم الله. الله يبقيك وبيض الله وجهك. الاخ الشاعر خالد بن غنيم العايدين، كل سنه وانتم طيبين. سنة طيب. جميل. الله يسلمك ان شاء الله. سم تفضل. هذا طبعا المشاركه قصيده عن الوطن، يقول يا لا 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 أول القول ذكر الله ويا جعلكم العايدين، بعدها كثر الله خير شيخا على القلا تضاري، بوفهد راعي القلا وجنبه رجال الحمد، ثم يا الله تحفظ مملكتنا وقايدنا السعودي،
ثم يا الله تحفظ مملكتنا وقايد مملكتنا راعي الحزم راعي العزم سلمان بن عبد العزيز عيدنا يوم نحيا بأمن وأمان والبيرق سعودي عيدنا لا بذلنا أرواحنا دون حدنا الجنوب وان دعانا وطنا نلتبس له بدالا عسكرية نترك البشت ونعذر بلبس العمامة والعقال نتحزن ببندقنا على من تمنى حدنا نتحزن ببندقنا على من تمنى حدنا يا لا 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 نتحزن ببندقنا على من تمنى حدنا سلامتكم صح لسانك بيض الله وجهك الأخ الشيخ صالح عبد الله الغامدي كل سنة وانت طيب الله يعافيك وين عايدين كل عام وانت بخير والله طال عمرك نحن لنا عوايد ولنا يعني تكوس نسويها في الأعياد وكان العيد ما هو زي ما قال بعض الناس العيد كان فرحة وكان يعني نعيد كمثلا أنا في حميم وهذا الحمد أربع قرى أنا من حميم لما نعيد في حميم ونغلق العيد ندرج على القرية وبعد القرية ما ندرج عليهم نأخذ عرضة ونجي نعيد الشيخ هنا في الموسطى هنا في الحمد نعيده ونتقهوى عنده ونعيد عليه وندرج على الحلة اللي هو فيها ونعيد عليهم وكان فرحة وسرور وخير ونحن في خير من يوم خلقنا ونحمد الله ونشكره الحمد لله الحمد لله أبشرك في خير والعيد ما زال فرحة إن شاء الله الحمد لله حتى الحمد لله والله أنه في خير نحمده ونشكره الحمد لله نحمد الحمد لله. الله سبحانه الله يبيض وجهك شكرا لك الله يعافيك الأخ صالح مبارك الجالوب هلا ومرحبا كل سنة أنت طيب كل عام طيب أنت من أهل القرية هذه نعم نكرر الترحيب بكم الله يبقيك اللي من خارج المنطقة واللي من القرية مرحبا ألوف الله يحييكم ترحيب السيد الله يبقيك أما العيد فأتحدث عنه الأخوان كثير وأنا بشارك بقصيدة طبعا قديمة لها أكثر من 50 سنة شاعر اسمه خرصان شو اسمه؟ وهي قصيدة مذكورة قصتها في القرآن الكريم عن ملكة سبأ بلقيس والرسول سليمان عليه السلام نعم فأسمعكمها واعذرونا على كل حال عزيزي صدق لا 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 قالوا خذ الكتاب القه عليها وتاجينا بعلم مصبحت العين شلت قومها واقبلت بعروشها مصبحت العين شلت قومها واقبلت بعروشها كانت الطائر تسجد تحت رايات سليمان الرسول واصبحت ذات يوم لن شيخ الطيور امسى والاصبح ونشد عنه قالوا يا سليمان ما ندري عنه قال خلوه في رشده ولا بد شيخ الطير ياجي وانشد فين كانوا فين هذا المغيب كلها بينما هو بيتهرج ولا وان شيخ الطير عنده قال لا فين كنت قال لا كنت في وادي سبا قال وشريت فيها قال رينا مع بلقيس قوة غير ما تعبد إلا الشمس ما تتبع الدين الحنيف قال خذ الكتاب القه عليها وتاجينا بعلم مصبحت العين شلت قومها واقبلت فروشها
مصبحت العين شلت قومها وقفلت مروشها. وسلامتكم والله يحييكم تراحي بالسير. صح لسانك وبيض على وجهك. مشاهدينا الكرام وهكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج من العايدين والتي شاركنا فيها أهالي منطقة الباحة وتحديدا قرى الحمدة بعيد الفطر المبارك. نشكر أهالي منطقة الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ونكرر لكم مشاهدينا الكرام التهنئة بالعيد، كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وطن عاد عيدك على عز ونصر. يا لا 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 لا, لا في صوم ولا بعيد. لا 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 في صوم ولا بعيد. يا لا 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 في صوم ولا بعيد. يا لا 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 في صوم ولا بعيد. نعمين يا أهل المقام يا أهل الوفا والتمام، غامد هل المقدرية في صوم ولا بعيد. لا 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 في صوم ولا بعيد. يا لال يا لال بين الركن والمقام، يا صف وفي تمام، عيني ترى مقدرية بين القرب والبعيد. لا 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 بين القرب والبعيد. لا 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 بين القرب والبعيد. يا لا 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 لا. الثقه زاد من شمر سواعيده، كل ما ضاع شك وقف رمضاني. لا 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 كل ما ضاع شك وقف رمضاني. يا لا 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 الظما جاور وينه صافي المنهل، يا غلا من بتمدح وبتهاجيبه، مذبح اللاسمان من مداد اسمع. الثقه زاد من شمر سواعيده، كل ما ضاع شك وقف رمضاني. الإسلام ما نقبل سواعيده، اقبل العيد معنا وقف رمضاني. لا 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 اقبل العيد معنا وقف رمضاني. لا 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 اللهم احلى التجمع يوم جامان هل، أقبل العيد معنا وبتهاجيبه، شفت نجم السعادة جامداد اسمع. دين الإسلام ما نقبل سواعيده، وأقبل العيد معنا وقف رمضاني. لا 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 أقبل العيد معنا وقف رمضاني. لا 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 لا. بو فهد شيخ من شيخان الصبيان، غامد له مكانه وله قدر وله منزله. لا 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 له مكانه وله قدر وله منزله. في ضيافة كريما من شيوخ كرام،
يا سلامي على غامد شباب وعود أهل العلم وأهل المال والمكرمات بو فهد شيخ من شيخان الصبيان غامد له مكانه وله قدر وله منزله لا 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 عده بدل مزون وبندق زكاي كرام مرحبا مرحبا بك يا صدوق الوعود يوم من يخلف الميعاد والمكرمات مرحبا يا زميلي في نهار الوغامد كلمة الحق غلبه على منزله يا لا 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 أنا مع أهل الحكم والعرف موجود وأشوف كل أن يقول الجاهلية يا لا 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 وأشوف كل أن يقول الجاهلية يا لا 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 يقول لاحق مع أهل العرف بضيف أقولها ما الهجوس اللي مطاليك أنا مع أهل الحكم والعرف موجود وأشوف كلان يقول الجاهلية لا 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 يا لا 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 ربعي لباسي ما قر الفود والجود في عصر الإسلام ولا الجاهلية لا 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 في عصر الإسلام ولا الجاهلية أهلا أهلا مرحبا يا عاني وضيف يا مطلق يحتفون بهالمطاليق ربعي لباسي ما قر الفود والجود في عصر الإسلام ولا الجاهلية يا لا 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 في عصر الإسلام ولا شاري مرحبا يا معيض وهلين يا طاقم المرقاب وثنا السلام
وهلين يا طاقم المرقاب وهلانيات من روس غامد ومن زهران نهدي سلام وصلح بياب من البحر تحياتنا. يا لا 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 وش حدنا للعلوم العنصرية. يا بن شريمة الرسائل في المضاريف وبيني وبينك عهود ومواثيق والحمد لله احنا في سعد وسعود وش حدنا للهروج العنصرية. واللي مضى بالجبل لازم مضاريف بيني وبينك ثقات بيني وبينك يدن عليا مواثيق بيني وبينك يدن عليا مواثيق مدامنا تحت حكمك يا بن سعود اللي يجيب الخطان العنصرية. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده بهذه المناسبة الكريمة عبد الله محمد الجالوق من أهالي الباح قرية الحمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أرفع أسمايات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإلى ولي عهده وولي ولي عهده وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الأمة العربية والإسلامية وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير، وأبارك وأهني أخواننا وآباءنا وأبطالنا الذين في الحد الجنوبي نتمنى لهم النصر إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. أخوكم عبد اللطيف الغامدي من قرية الحمدة الباح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحيي قناة المرقاب في منطقة الباحة وسعيدين صراحة بحضوركم عندنا، وفي هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا عيد الفطر المبارك، وكل عام والأمة والعربية والإسلامية بخير وأسرة آل سعود والشعب السعودي كافة بصحة وسلامة. أخوكم خالد الجالوق من منطقة الباحة قرية الحمدة. كل عام أنتم بخير. أحمد سعيد، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وكل عام أنتم بخير. معيد صالح جلح الباحة، نهنئكم بعيد الفطر المبارك، عسى يعود علينا إن شاء الله بالمسرات. محمد أحمد الغامدي من الباحة، نهني الشعب السعودي كافة على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد، وكل عام وانتم بخير.
بندر عبد الرحمن الغامدي الباح. بسم الله الرحمن الرحيم، أهنيكم بقدوم عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير. علي مديس الغامدي الباح. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك. والمتحدث ريان أحمد حنش من منطقة الباحة قرية الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. اسمي عمر أحمد حنش من الباحة قرية الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والشعب السعودي بحلول الفطر عيد الفطر المبارك. جعلكم الله إن شاء الله من العائدين الفائزين في هذه العام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مهنيكم بعيد الفطر المبارك. كما نهني على الملك سلمان الحزم والأسرة المالكة، ونهني الشعب السعودي وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد علي الجالوك، وهني المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد السعيد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أعاده الله على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.